صحيفة الأخبار اللبنانية تكشف عن تقرير أمني خطير تم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي من طرف أجهزة سيادية مصرية يحذر من احتمال وقوع انفجار شعبي وشيك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون حالياً. صحيفة الأخبار التي اطلعت على بعض الصفحات من الوثيقة قالت إن التقرير الذي تم إعداده وتقديمه للرئيس السيسي كان بناء على توجيهات شخصية منه لعدة جهات سيادية. الصحيفة اللبنانية أكدت أن التقرير تطرق إلى حساسية الوضع في مصر وأن هناك مخاوف من خروج غير منظم إلى الشارع في أي وقت ومن دون هدف موحد سوى التعبير عن الغضب الشعبي من جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والعجز عن توفير أساسيات الحياة. من بين ما تطرقت إليه الوثيقة التجاوزات العديدة التي ارتكبها جهاز الشرطة وعودة لانتشار الفساد في عدة قطاعات منه، وهو ما دعا التقرير إلى التعامل معه بشكل حاسم وسريع. الصحيفة اللبنانية قالت إن الوثيقة طالبت أيضاً بضرورة تجنب أي اضطرابات تتعلق بواردات السلع الأساسية التي يتم صرفها على البطاقة التموينية، مع التوصية بالعمل بجد واقتدار على خفض الأسعار بشكل حقيقي بما يتناسب مع القدرة الشرائية. الوثيقة انتقدت ما تم وصفه بالتصريحات المستفزة الصادرة عن بعض المسؤولين فيما يتعلق بتوفير السلع، كما تمت التوصية بتجنب الدخول في صدامات مع رجال الأعمال مع محاولات إقناعهم بتخفيض هوامش الربح إلى جانب تقديم تسهيلات للمواطنين. الوثيقة أشارت أن العديد من التسهيلات يمكن تقديمها للمواطنين من خلال إمكانية بيع بعض المنتجات الأساسية بسعر التكلفة لفترة محدودة من أجل تجنب الاضطرابات المحتملة. الوثيقة السرية طالبت الرئيس السيسي بالقطع مع النصائح السابقة التي كانت توصي بإشغال الرأي العام بقضايا فرعية والتركيز على أهمية التسويق لتراجع الأسعار من أجل طمأنة المواطنين حول مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. كما أوصى التقرير بضرورة إقناع الشعب بأن تراجع القدرة الشرائية مرتبط بأزمة عالمية تعيش مصر تحت تأثيراتها. الوثيقة تطرقت أيضاً إلى تزايد مستمر وغير مسبوق في محاولة المصريين الهجرة والبحث عن عمل في الخليج ولا سيما في الإمارات، خصوصاً بعد التسهيلات على الفيزا السياحية، فيما ذكرت إحصائية وردت من السفارة المصرية في أبوظبي أن ثمة ارتفاعاً مضطرداً في أعداد المصريين الذين يواجهون مشكلات بسبب أوضاعهم القانونية. تعيش مصر حالياً أزمة اقتصادية صعبة في ظل نقص المعروض من الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، كما تؤكد الأرقام أن الأزمة الاقتصادية في تفاقم، حيث بلغت الفجوة بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات نحو 30 مليار دولار بمشروع موازنة العام المالي الحالي بدون احتساب أقساط الديون، مع ملاحظة أن الموازنة عرضت على مجلس النواب في مايو أيار 2022 عندما كان الدولار الأمريكي يساوي 18 جنيها فقط. وتمثل أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار بنسبة 54% من إجمالي الإنفاق العام، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تتجه إلى جمع مزيد من الضرائب. ورغم كل ذلك تصر الحكومة المصرية على المضي قدما في مشروعات ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية، وبعضها ظهرت بوادر فشله بالفعل مثل مشروع مدينة الأثاث
الذي دشن بدمياط، لكنه لم يشهد أي إقبال من حرفي الأثاث في مدينة دمياط، معقل الصناعة الأقدم في البلاد.